بقول لك يا مستر ايجنت، انا ممكن اعمل عليك نمره، بس انا راجل نمرتي تقيله محمله، شايف النسوان العسل اللي سهرانين معانا دول، انا ممكن اقل منك قدامهم واطلعك راجل هرجوله مش هينفعوك. بلش، انا عارف ان القطره بتقوي القلب، لكن الهجوميه تجيب لك سكته. اشتري خاطري عشان زعلي مش هيعجبك. خف نفسك وتعالى ورايا. اجي وراك فين يا ابني؟ انت مجنون؟ عرفت بتكلم مين؟ انا عادل المنتصر. يا جدع ما تصعبهاش علينا بقى.